السلام عليكم اخواتي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم امسلو فيديو جديد. اول حاجه عايزينكم نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه يا زميلي، فكره الفيديو بكل بساطه المطلوب مني ان انا اجيب 15 كلايه، ده اقل حاجه يعني، وان انا اكسب الجيم حلو بالام 4 جوكر، دبل ام 4 جوكر. وباذن الله يا جدعان هعمل لكم استعراض للحساب كامل في اخر الفيديو، بس الحساب مليان سكنات. فبس صاحبي قبل ما الفيديو يبدا انا هقول لك على حاجه. انت على فكره لما بتشترك عندي في القناه انت مش بتشوف محتوى حلو بس، انت بتفرحني، بكلمك بجد، فاهم؟ فانت وبدماغك يعني. بس ما تنساش زي تشترك وتفعل زر الجرس ويعني وتدوس لايك كمان بالمره، هتقل عليك المره دي. و اه يا عم، دي خريطه الام فرات يا عم. انا افضل اتعذب حالي طول الجيم في الاخر ما لقيتش ام فور. روع الرندر. حلو، دلوقتي في هنا ثلاثة، عشان هلوت وبش على طول يا جدعان، مش هستنى انا، اكيد في ام 4 في البيت اكيد. طب لو هما كمبروا انا كمبر برضو، ما انا مش عارف. قمة البؤس لما تبقى نازل تلعب بام 4 وما تلاقيش ولا ام 4، دي قمة البؤس. حلو، تعال نشوف بقى الخلع ده راح فين. اسف يا بود، بس هي الدنيا كده وربي. يعني يا صاحبي، يعني انا جبت صاحبك يعني انت كمان ما تستفزنيش. حلو، انا عايز اكسب الجيم ده، بس انا مش هفضل راقد في البيت ده بصراحه، انا عايز اخلع. مع الاسف مش معايا نيد للاسف. بقول لك يلا، انت ما حدش هيعدي لك، انا واقف لك لغايه ما تتفنش. انا ما فيش حد هيعدي لك. لا 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 لا، ما فيش الكلام ده. للاسف راح فيكتور اللي جوايا زعلانه دلوقتي. معلش يا راح فيكتور. بقول لكم انا هبش. ده لاعب ده على فكرة، مش بوت. ماشي، عرفنا ان ده لسه عايش، هنرجع له تاني دلوقتي. قمة الحزن لما تبقى فاكر نفسك كمبر وفي الاخر تتجاب نوك فينش، قمة الحزن وربي. سيبوها يا جدعان عشان مركز حاليا، مركز. هات يابا. دلوقتي الجماعة اللي كانوا هناك لسه موجودين صح؟ ماشي. طيب ديلو حلهم يا جدعان. بص هقول لكم على حاجة بجد، ديلو حلهم ان انا ارجع البيت الكبير تاني، مش هينفع معاهم غير كده. دول بالذات انا لو مشيت عليهم انا هموت والله. دول لما انت متعرفش مكان حد بالظبط، بالذات العيال اللي قطع نفس دي، يعني قاطعين نفس قطعة وحشة.
شفتهم؟ شفتهم يا جدعان؟ شفتهم اهم؟ يلا الله يرحمه. حلو حلو، 8 كيلات ناقص لنا كده 6، كام ناقصها 7 قصدي، عشان نلحق عادي. محمد انت بتموت في سنه ليه كده؟ واو لا 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 يا بود، بالله عليك لا، بالله عليك لا، بالله عليك خليك بود جدع، بالله عليك يا جدع لا لا. ده انت بوت، انا بره عني، انا 12 كيل. لا لا ماليش دعوه. حلو، في رندر سيكا يعني، بص رندر متوسط يعني كده، مش حلو صح. ابلع على توركلا، ابلع. معايا مولوتوف يا راجل، الانمي بتاعتك دي غريبة قوي. ابلع 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 ابلع، يلا ابلع تركي، ابلع ابلع. احساس حلو والله لما تضحك ما بين تجمع ما بين بص بص لا لا، ده ما ينفعش نفنشه، ده هيجيب صحابه. بص بص ركز معايا اللي هيحصل، بص ركز معايا، بص 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 بص، شوف جاب صحابه، شوف. Let's go. 18 مش 17، 18 مش 17. البوت سرق كلايتي، انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، بوت سرق كلايتي ماليش دعوه، بس جيم حلو بجد. خلصانه خلصانه جدعان، لما احب ادرع بدرع يا جدعان برضه. في ايه في ايه؟ شوفوا يا جدعان، تعالى بقى كده ايه، بص انا مش هستعرضه لكم، مش هستعرض لكم استعراض كامل بقى ولا الكلام ده، انا يا دوب هوريكم السكنات عامله ازاي. حلو، عشان يعني بص صلوا بينا على النبي، تقريبا مسحوب من 6، من 6 كامل اهو، لبس اللي انا بحبه اهو، ومعاه لبس سيزون 6 واهو بالبتاع بتاعته. حلو، فلبس سيزون 6 واللبس ده مسك، انا مش عارف ايه، فدي المسكات اللي فيها يا جدعان، مسحون من 7 ومسحون 7 برضه الحاجات دي لغايه السيزون ده تقريبا.
وفي شويه حاجات اهو دي التومه كلها اللي فيه. خد لك لقطه كده سريعه زميلي. وهو مشحون تقريبا يا عم من 6 ودي اللبسات اللي فيه كلها. دول ادي 3 3 6 12 مسكايه وكل ده بقى ايه يا معلم موجود هنا اهو زي ما انت شايف كده. واحده تحت ادي التومه كلها اللي فيه. يعني في سكنات حلوه. ايه ده في اللبسه بتاعت اندي. حلو هو دي اللبسات اللي فيها يا جدعان. من اخر حاجه لاول حاجه. حلو نجري الهلمت بقى مع الهلمتات دي. احلى هلمت بصراحه من وجهه نظري هي الهلمت اللي هو حاططها بتاع سيزون 9. ماشي يا جدعان اهي الهلمت. والهلمت دي جامده ايه الهلمت دي جامده قوي برضه. ماشي هنا بقى يا معلم معاه بتاع حوالي كده هنا 10 هنا قصدي 7 مسكات اللي هي ماسكات بتاع سيزون 6 بقى والحاجات دي. وايه ده رازل الجاموسه. ايه ده بتاع سيزون 9 برضو. شويه حاجات هنا خليها براس الجاموسه احلى. ايه الحاجات دي الماسكات اللي فيها يا جدعان من اول حاجه لاخر حاجه. هي نضارتين اهم نضارتين اسطوريين والباقي عادي. ماسكات الوش هنا بقى البتاع دي انا بحبها قوي الصراحه دي مع بتاع دي نادره البندانه دي ولا مش عارف اسمها ايه الصراحه بس دي حاجات كلها اللي هنا. هنا تيشيرتات برضه البتاع دي انا بحبه قوي 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 فوق ما تتخيلوا. بس المميز الحساب فعلا بقى بعدين على سكنات الاسلحه هي الشنطه بتاعت الجودزيلا. الشنطه دي نادره بطريقه يا جدعان يعني بص. وهنا البناطيل 3 شرات والبتاع المسك دي وهنا الجزم. نيجي لسكنات الاسلحه معانا بقى الام 4 الجوكر يا جدعان ليفل 4 حلو. والام 4 الثلجي اساسي والام 4 المكعبات اساسي دي اللي في الحساب يعني. ومعانا الاكيبمنت معانا 4 اكيمات 4 ام 16 معانا 8 سكور والسكور ده بتاع سيزون 6 و7 ام 4 وفيك واحد جروزا 3 اي جي زي ما احنا شايفين يا جدعان و4 كيو بي زد و2 ام 7. بس حط ده يا اسطى ده قديم ده وحلو ده. السنايبرات يا جدعان معانا الكار اللي بتتطور حلو بس دي تقريبا اساسي. معانا الام 20 دي بتاعت السيزون 2 بتاعت الذكرى الثانيه للعبه ورا 3 4 اوب معانا اوب الرز بلبن ومعانا الوين ده سلاح خرا في كل استعراض اقول لك ده سلاح خرا. حلو معانا دلوقتي واحد اس كي اس 4 في اس اس 1 ميني 1 ام كي اللي هو بتاع سيزون 11 1 اس ال ار 1 كيو بي يو. الاس ام جي معانا 3 اوزي و2 يو ام بي ده احلى ومعانا فيكتور ده احلى وتومي ده احلى ومعانا واحد بايزو شوت جنات معانا واحد شوت جن وواحد شوت جن تاني وواحد شوت جن تالت. بكيسي معانا تلاتة ده أحلى بتاع سيزون 10 والدي بي بتاع سيزون 8 أحلى. حلو بيستولات بقى يعني معانا مفيش غير التلج بس اللي معانا مهم يعني والتصات معانا 7. حلو أدي كده خلصنا من الأسلحة. معانا الجيب دي بتاع سيزون 10 ومعانا الجيب بتاع سيزون 8. الداسيات معانا كام معانا 4. حلو بس دي أحلى واحدة الصراحة. الموتوسيكلات يا ربي ادي واحد اتنين تلاتة تلات موتوسيكلات وواحدة للي هي متلات عجول دي اللي هي خرس صراحة. وهنا معانا واحدة باجي معانا تلاتة باجي بس دي احلى واحدة فيهم في الباجي هوت يعني. ومعانا مركبة اللي هي المركبة بتاعت القرش دي اهي. ومعانا تاني يا ربي ومعانا واحد اتوبيس خلصانة. وهنا الرقصات زي ما انتوا شايفين يا جدعان. Join me. Make this more awkward. بس دي الرقصات اللي هنا كلها اهي زي ما انتوا شايفين. طيارات معانا الطيارات دي ودي قديمه قوي برضو. باراشوتات زي ما احنا شايفين برضو يا جدعان اهي. والندات ومعانا سكنات للسموك. بس كده ده في الحساب وبس كده يا زميلي. وبس يا زميلي كانت دي كل حاجه في فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك يعني انا عارف انه عجبك عشان انا فيه يعني. فبس ما تنساش تكون ضاغط لايك يعني قبل ما تخرج من الفيديو. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تكون مشترك ومفعل زر الجرس. كان معاكم امسولو ان شاء الله اشوفكم في الفيديو بتاع بكره. السلام عليكم.